بعد المشاهد اللي حصلت ما بين لعيبه منتخب مصر ولعيبه منتخب المغرب في الممر وكره في الملابس، كلنا كنا قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا كمصريين، لان اللي ظهر في الصور واللي ظهر في الفيديوهات كان احمد الفتوح الباك الشمال، واحنا ما حلفناش في احمد الفتوح لا مؤاخذه، فاي كلام على ان لجنه الانضباط هتاخد قرارات قويه بسبب الخناقه اللي حصلت دي كلنا كنا قاعدين نقول يا لهوي ابو الفتوح هيتوقف دلوقتي، لحد ما لقينا لجنه الانضباط قررت تطلع القرارات القويه والقاسيه بتاعتها. ايه بقى القرارات القويه والقاسيه دي؟ ايقاف مروان داوود مباراتين. مروان داوود ايه علاقه مروان داوود؟ يعني كنا بنتكلم على الفتوح، كنا بنتكلم على محمود جاد اللي الكلام كان على ان هو ضرب عمو فوزي بالقلم، محمود جاد ده طلع منها سليمه او الفتوح طلع منها سليمه، ومروان اللي لبسها ازاي يا عم الحاج؟ ايه العلاقه بتاع مروان؟ يعني مروان ما ظهرش خالص، بعدين مروان داوود ازاي انت جبتها منين دي؟ هو طب المنتخب المغربي ده بجانب طبعا ان هم قال لك المساعد بتاع كروش ايقاف 4 ماتشات وغرامه ماليه، احنا عايزين نرمي اي فلوس يا باشا، احنا جايين في اي تبرعات. طب من المنتخب المغربي، المنتخب المغربي كده كده غرامه ماليه وايقاف، ايقاف لمين؟ حكيمي؟ اوعى اوعى انا عندي ماتشين مهمين قدام الكورو. لا ما تخافش حكيمي بره. سفيان شكل عادي كده كده مدافع على قده، ومعاه سفيان بوفال. بوفال بتاعنا احنا؟ بوفال بجد والله. طب عمل ايه سفيان بوفال؟ قال لك مالانجو مراقب المباراه كتب فيه تكرار على ابوه. مالانجو ده كونغولي. كونغولي. والماتش اللي بعديه المنتخب المغربي الكونغو في تصفيات كاس العالم، لا لا دي ملعوبه يا باشا، الراجل ده حاطط عينه على بوبال كده وراح موقفه، ده لولا الملامه كان اختار اشرف حكيمي معاه، ولولا الملامه كان اختار الفرقه كلها معاه. لا 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 احنا هنطلع نشكك في التقرير ده وهنقول ان التقرير ده اتعمل علشان يخدم المنتخب الكونغولي اللي احنا هنلعبه اساسا بعد مباراه مصر عشان احنا خرجنا. يعجبني فيك يا عم فوزي ان انت دماغك صح فعلا، هو الراجل ممكن يمشي كده وهو ممكن تطلع كسبان القضيه بتاع الاستئناف على القرارات دي كده، وبصراحه بيعجبني انا الحاجات الصياعه دي، ما انتم ما تبقوا صايعين في الفساد بس وفي الحقوق ما تعرفش ترجعوها، زي ما انتم ما بتعرفوا تلموا فلوس من ورا اللعيبه اعرفوا برضو ان انتم تلموا الدنيا بعلاقاتكم القويه. وبعدين الصحفي الفرنساوي كان لسه قال انك عندك علاقات قويه في الكاس، فعيب قوي لما سفيان بوفال يتوقف ماتشين، واهم ماتشين في مسيره المنتخب المغربي حاليا هم ماتشين كاس العالم، فسفيان بوفال تخسر ماتشين كاس العالم؟ ما ينفعش نصحصح عم فوزي والنبي ونشغل علاقاتنا ونشغل فسادنا علشان خاطر نوقف القرار الظالم ده، قرار ظالم مطلوب منك انك تعرف تجيب حق المنتخب المغربي. هل هنعرف نجيب حق المنتخب المغربي ولا هنكمل في نفس العك اللي احنا ماشيين بيه؟ واهم حاجه بالنسبه لنا مصطفى حجي لا مساس به ولا مساس بواحد خلوزيتش ولا مساس بالحاج فوزي. روح بقى معلم امانه عليك، اعرف هات حق المنتخب المغربي واعرف قدم استئناف صح واعرف استفاد بعلاقاتك صح علشان توقف القرار الخايب اللي ملوش اي 60 طلب من لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي وسامويل ايتو والبطوله وكل حاجه تمس الاتحاد الافريقي كلها جايه على ريحته حرفيا، غير ان الاتحاد الافريقي اساسا ازاي بيوقف لعيب زي سفيان بوفال مباراتين قدمتين، والمباراتين القدمتين هيتلعبوا تحت مظله الفيفا مش الاتحاد الافريقي، اللي هو يا باشا والله العظيم ما حد فاهم اي حاجه خالص، هو ما حد ولا القرارات الغبيه اللي بياخدوها، بس هنعمل ايه؟ اتحادنا وقررنا هنتبرى منهم، والله لو بايدينا كنا اتبرينا، بس مع الاسف احنا عالم ما بنتبراش بالكره بتاعتنا، احنا فخورين بافريقيا ماما افريقيا. لا عجبك بقى الفيديو بعد الفخر بماما افريقيا ده اعمل لايك، لا ما عجبكش فبراحتك يا برو اعتبره كذب يعني.